قلعة القتل موردر كاسل. في عام 1893 افتتح الدكتور هولمز 60 غرفة بفندق في شيكاغو، وكان يضم غرفا بدون نوافذ وزنزانة سرية. من المؤسف أن نزلاء الفندق الذين يقيمون فيه غالبا ما كانوا يرحلون لأنهم يعانون من أشياء غريبة في الفندق. الأصوات التي كان يسمعها سكان الفندق كانت صادرة من غرف محكمة الإغلاق، وعندما قرروا أن يدخلوا الغرف عبر كسرهم للباب وجدوا في الغرف غازا خانقا ومزالق خفية لنقل الجثث إلى الطابق السفلي، ووجدوا أيضا قبوا تحت الأرض يتضمن مجموعة الأهوال بما في ذلك جدول جراحة دموية وأوعية لحمض ورف للتعذيب. عندما تم أخيرا القبض على هولمز اعترف بأنه ارتكب 27 جريمة قتل، لكن يشتبه أنه أودى بحياة أكثر من 170 ضحية. ميراندا، ذا ميراندا. بعد اعتقاله في عام 1985 بتهمة حيازة أسلحة، ليونارد ليك ابتلع السيانيد وترك مذكرة تقود شرطة لمخبئه في كاليفورنيا. في موقع الحلقة اكتشفت الهيئة شيئا في الأرض قرب الملجأ صلب التلال يدعى ميراندا. في الداخل لايك وشريكه نيك تشارلز قد بنيا غرفة سرية مع مرآة ذات اتجاهين لحبس الضحايا للتعذيب والقتل، وشملت الأدلة الشنيعة تسجيل لينج وهو يقول لأحد الضحايا: يمكنك البكاء وفعل الأشياء مثل الباقين، لكنه لن يجدي نفعا. جميلة هي الحرب الباردة إذا صح القول. نيج تم القبض عليه في كندا ودين بأحدى عشرة جريمة قتل، على الرغم من أن حصيلة القتلى قد تكون أكبر ويمكن أن تشمل عمال بناء الخندق. خرسانة البرج كونسيرت تونغوين. في عام 1984 أخذ جوزيف فيرتزيل ابنته إليزابيث إلى قبو منزله، حيث أنها ساعدت عن غير قصد في تثبيت باب السجن الخاصة لها. فيرتزيل حفر نفقا تحت الأرض، إليزابيث حوصرت خلف نصف طن من الأحجار والحديد، انفصلت عن العالم، 8 بوابات مقفلة إضافية. أملت أن تظهر لها إضاءة وكانت تنتظر الفجر. أجبرت إليزابيث على كتابة رسالة تقول فيها أنها قد هربت. فيرتزيل احتفظ بها كجزء من الأسرة الثانية خفية. السر الرهيب هو أنه عندما اكتشفت بعد 24 عاماً وجدت إليزابيث في ظروف غامضة، فأخذت لمستشفى الطوارئ فوجدت إليزابيث فيرتزيل في زنزانة خلال زيارتها لمستشفى الطوارئ. بيت سودين بني في عام 1926. يشاع أن بيت سودين مثل معبد المايا في لوس أنجلوس، ويشاع أن يكون مكاناً لقتل الداليا السوداء عام 1947. صاحب المنزل في ذلك الوقت طبيب الإجهاض يدعى جورج هوديل المشتبه به الرئيسي في الجريمة. وذكر ابن هوديل غرفة سرية في المنزل الذي كانت مخبأة وراء خزائن الكتب إلى السقف، وكان محظوراً زيارتها من قبل الأسرة. ويعتقد أن هوديل قد قام بتعذيب وقتل وتشريح ما يصل إلى 11 امرأة في الغرفة. هوديل فر إلى آسيا ولم يجدوه أبداً، على الرغم من أن التحقيقات التي أجريت مؤخراً باستخدام كلب يشم رائحة الجثث أشارت إلى وجود بقايا بشرية. وفي النهاية لا تبخلوا علينا بإعجاب لتقييمنا أو تعليق صغير لدعمنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم كل حلقاتنا. إلى اللقاء.